بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير يا شيخ على استقبالك لنا وعلى هذا المجلس المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، ويستفتح الأخ أبو عبيدة بإذن الله تعالى المجلس. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نحن اليوم في بيت شيخنا عبد الرحمن بن عوف الكوني حفظه الله، شيخنا وأستاذنا ومعلمنا الذي استقبلنا في بيته حفظه الله، ونريد أن ندردش مع الشيخ عن حياته. نتكلم يعني نريد طلبة العلم أن يعرفوا من هو الشيخ عبد الرحمن ابن عوف الكوني. يقدم الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، يعرفنا بالشيخ عبد الرحمن، مولده، نشأته، طلبه للعلم، قدومه إلى المملكة، في يعني في أشياء بسيطة، في إلماحات. حفظكم الله شيخنا. جزاك الله خير الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الاسم الذي سماني به الوالد رحمه الله، رحمه الله، فهو ابن عوف. ابن عوف. ابن عوف. نعم. بإضافة ابن إلى عوف، فهذا اسم علم مركب تركيب إضافة. نعم. رأيت. ويقصد الوالد بهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن. نعم. لأن هذا الصحابي، نعم، كان اسم والده عوفا. سلام. فهو عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي الصحابي. فالوالد هكذا سماني به. يريد عبد الرحمن بن عوف. يريد عبد الرحمن بن عوف. نعم. ولذلك ابن عوف هذا الموجود في الأوراق الرسمية. سبحان الله. ابن عوف. مكتوب هكذا. أيوة، ابن عوف. ابن عوف. هو عالم صحيح. نعم. والآن إحنا أضافنا عبد الرحمن بن عوف. نعم. نعم. هذا كأنه إضافة عبد الرحمن لا مانع منه، لأنه هو المقصود بابن عوف. أيوة. هو المقصود بابن عوف. من الوالد. ما شاء الله. فنقول يعني اسمك الآن شيخنا عبد الرحمن بن عوف، هذا اسمك. أي اسم؟ وليس اسمك اسم الوالد. نعم. اسمك عبد الرحمن بن عوف، ثم اسم الوالد شيخنا. اسم الوالد. نعم. عمر. عمر. ولذلك تجد في الأوراق الرسمية. نعم. ابن عوف عمر. أيوة. كوني. 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 كوني هذا. نعم. يقال اسمه اللقب للقبيلة. نعم. نعم. يعني حسب العادة هنالك. اللقب للقبيلة، اسم اللقب للقبيلة. نعم. فكوني عبارة عن ذلك. أيوة. ومعناه شيخ؟ معنى إيش؟ كوني. ها، كوني هذا باللغة المحلية هنا. نعم. صاحب القوة. الله أكبر. يطلق هكذا. نعم. يقول لهم أقوياء وكذا، هكذا يقولون. نعم. سبحان الله. هذا من معانيه أو يستعمل لهذا المعنى. نعم. طيب. هذا الاسم. هذا الاسم. دقيقة. نعم. واحدة. نعم.